إلى المرميت. أهلا بكم نور الدين الخماري فسبيل المرميد نور الدين الخماري معه بدأت قصة الأفبام قبل أزيد من عام كان أول المتطوعين في تجربة تقترب من العدد الخمسين سبب الحضور حينئذ اختلف عن سبب الحضور هذه المرة كان من المفترض أن يحضر الخماري بشريطه الطويل الرابع بيرناوت لنناقشه لكن لسخرية القدر لا الفيلم صور لحد الآن ولا الخماري اكتفى بصفة المخرج فقط بيرن اوت لا زال لم يصور بعد للأسف والخماري صار مثل كثيرين مخرجا ومنتجا للعمل نردي الخماري المخرج والآن نردي الخماري المنتج الأمر سبق وعايناه مع عديد من مخرجين مغاربة يتهافتون وراء القيام بمهنة الإنتاج أيضا وفي الختام ما الذي يقع؟ تختلط التفاصيل عليهم ويصيرون مثل الغراب الذي أراد أن يقلد مشية الحمامة ونسي مشيتها مخرج منتج أو منتج المخرج وأحيانا مخرج ومنتج وسيناريست وهو من يتكفل بالمونتاج وباختيار الموسيقى وإن فسحوا لكثيرين المجال سيدخلون أيضا مجال التوزيع شخص واحد يريد التكفل بكل المهام ضيف العدد ليس من هذه النوعية لحسن الحظ ولا نتمنى أن يصير من هذه النوعية من السينمائيين لكن سنبحث عن معرفة السبب الذي يجعل المخرج سينمائيا عندنا يعبر للإنتاج بعد نظرة وكازانيغرا وزيرو كنا ننتظر شريطه بيرناوت بيرناوت سيطول انتظاره على ما يبدو ونوردي الخمري هو أول الضيوف الذين يعبرون للمرة الثانية من الإف نوردي نردي الخمري فسبيل المرميد سينور ديال الخماري مرحبا بك في الاف بي ام في ميدي 1 كتعرف الاستوديو كتعرف الاجواء انت اول واحد اللي تطوع في هذه التجربه هذه مرحبا بك الله يبارك فيك شكرا عارف سبب الحضور ديالك نبداو وياك نبداو نبدأ. سينور ديال الخماري في الموسم الاول من هذا البرنامج كيف ما قلت كنت اول ضيف ديال اول حلقه بك فتحنا الاف بي ام ولكن الحضور ديالك كان بصفتك مخرج وسيناريست كان من المفروض تكون اليوم معنا بالفيلم الطويل ديالك الرابع بيرن اوت اللي وقع هو انه من بعد هذه المده هذه كامله كنت جيتي اصلا كنت بديتي كتشتغل قبل ما تجي في العدد الاول هذه عام وشهر كنت من قبل مشتغل على بيرن اوت وهذا الفيلم هذا مازال ما تصور لحد الان بسبب الاختلاف ديالك مع المنتج نقدر نقولوا السميه ديالو ماشي مشكل لا غير باش نتفقوا على واحد القضيه آه الفيلم اللي تعطلنا عليه آه ماشي حيت انا آه مختلف عن المنتج ديالي يعني ما كاينش واحد الصراع اللي كاين هو ان كاين شي بروجيات اللي خصهم عام او عامين وكاين شي بروجيات اللي خصك خص ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين باش تصيبهم شي ندرس لي دار في 10 سنين آه القضيه اللي هي فيها هو ان آه بعض المرات كتخدم وكتقول له دير غادي نحترم الوقت اللي اللي درتو لان هذا فيلم ماشي مثلا تلفازة تلفاز عندك بلوس دو كونترول لان لي بودجي اكسيتيرا ستقع اكسيتيرا في الفيلم كتكتب السيناريو كتعاود تكتبو كتعاود تكتبو كتشوف المونتاج ديالك كتشوف لي كوب بروديكتور الاوروبيين وكيبقى ذاك النقاش على السيناريو ثانيا هذه هاد الفيلم هو لا ديال لا تريلوجي ديال ديال الدار البيضاء وبغيت نديرو بطريقه اخرى يعني خدمت عليه اكثر في السيناريو اللي وقع هو ان وليت منتج مالغري موا ماشي حيت انا المنتج ديالي أن ما بقيناش متفقين وانما ما بقيناش متفقين على الرؤيه الفنيه مخرج بحال كيقول مالغري موا يعني مالغري موا لانني انا ما عمرني ما باغي نكون منتج وما غاديش نبقى منتج اللي هو غير دابا يولي عندي الكونترول بلوس المنتج اللي كان من قبل هو خالد الزايري خالد الزايري اللي كان اللي كان حي اللي دار واحد الخدمه جميله ولكن وكتوقع كتوقع ما كتفقش مع فنيان وهو كيفكر بواحد الطريقه وانت كتفكر بواحد الطريقه مازال ما تضحك الامور بلا تقول لك أه. واحد القضيه هذا الشيء في الحقيقه ما معهودش فيك امورك ديما مضبوطه مم. مم. انت واحد من المخرجين اللي كل شيء عنده في السليم هذا الشيء غير سليم هذا الشيء هذا اللي كنهضروا عليه دابا علاش غير سليم علاش كاملين الاوراق كانوا كاملين واجدين ومن بعد ازيد من عام ومازال ما بديتيش التصوير شنو هو غادي نقولوا مثلا سي نور الخماري إلى مخرجين اخرين اللي كنوجهوا لهم الانتقادات في طريقه الاشتغال. نعود هذيك مره اخرى سي نور غير سليم وغير جدي وغير مبشر بشي حاجه مزيانه. او عجبك انت هادشي؟ المشكل التعطل ماشي هو الانتاج، المشكل التعطل هو السيناريو. يعني انا شخصيا خديت واحد القرار نعاود نخدم السيناريو من جديد ونعاود نصيبو بواحد الطريقه اخرى. دوزنا دو اللي كنسميوه في واحد سكريبت دكتورين عاود كتبت كلشي وفكرت واحد الطريقه اخرى لان تنكتبوا السيناريو وناخذ الدعم وتنقولوا خصنا نصوروا دابا بالنسبه لي انا بعض المرات تقدر تكون خط واحد خطا كبير اللي هو خصنا نديروا هو ما نصوروا حتى يكون السيناريو موجود زائد على هذا وقع هذاك الاختلاف اللي بيني وبين المنتج ديالي اللي هو واحد الاختلاف فني وخذيت القرار شخصيا بانني نولي المنتج ديالي بواحد الطريقه اللي هي ماشي منتج ماشي منتج اللي كتعرف عليه زعما غادي يولي كنقولوا حنايا يعني مشكاره بالدرجة. الدرجه نفهموا نعم نعم كاين ديفيد فينشر اللي كيكون عنده الكونترو على الفيلم ديالو كاين لاش فونتريغ كلهم ديز كنا كنسموهم ليكزيكوتيف بروديوسر ولكن نهائيا ما كيدخلش في لي ديتاي في التفاصيل ديال عطيتي ديفيد فينشر عطيتي لاش فونتير هادو الناس اللي ما عندهمش الوقت نهائيا يمشيو يتكلموا على التفاصيل ديال الانتاج انا ما تنتكلمش دابا على التفاصيل ديال الانتاج كنقول لك الفلسفه ديالي كيفاش هي الانتاج عندي <applause> يعني انا اش غادي ندير غادي غادي نكون كمنتج يعني باش نكونترولي البروجي ديالي ونكونترولي كيفاش الاستراتيجي ديال الخروج ديالو وكيفاش غيتوسع يتوزع وداك الشيء ولكن عندي واحد السيد او السيده اللي غيكون هي المنتجه المسؤوله لا يعني لا هذه دا دا لا دائما هذه كنديرها وديما غنديرها سيتادير انني انا عندي الكونترول على الاستراتيجي ديال الفيلم الجلوبال ولكن غادي نجيب واحد السيد او واحد السيده ونعطيه المسؤوليه نقول لها الفلوس وها الفيلم يعني خصك تعاوني باش نصايب الفيلم سي نور الدين الخماري اللي بغيت نقول لك انا الكلام ديالك واضح انا اللي بغيت نقول لك ولكن سليم افتراضا انه كان قلتي اختلاف فني مع وكيوقع هادشي ولكن دابا سي نور الدين الخماري هو ما بقاش المنتج اللي كان في الاول معك في المشروع اللي حدا حدا بالدعم دابا واش سيدي من غيره هو ما بقاوش عندنا حنا زعما في هاد البلاد المنتجين وغادي نزيدوا عليهم شكون نور الدين الخماري واش عرفتي شحال ديال المنتجين كاينين سي نور الدين او لا حقاش شنو ناخذ لو بوغ اي لارجون ديبور هادي راه 540 مليون سنتيم ماشي ما الواحد يقدر يطمع في نودي لا لا نتفاهموا على القضيه الناس اللي تعرفوني والناس اللي خدموا معايا والناس اللي غير يخدموا معايا تعرفوا واحد القضيه اي درهم خديت من الدعم من 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 الدوله او الدعم اللي تنخدم من لي او الدعم اللي كنمشي نجيب انايا كل درهم غيكون في الفيلم تنشوفوه <تكلم> يعني الواحد الا كان عنده شويه ديال الاحترافيه وتعرف السينما فاش تيشوف في ليكخون تيشوف كيفاش تصورت كيشوف الديكور كيشوف المونتيني كيشوف اللباس المونتيني كيفاش الكاميرا كتلعب تيشوف فلوس ورا وحشنا حنا نشوفوا هذه اه هو جاي كاين مشكل في الانتاج في ماريا انا جاي انا جاي غير خليت نكمل غنوصل لك اللي 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 فهمت كان شنو انا عارف السؤال فين غادي <تكلم> 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 اللي بغيت نقول لك هو سي فغي ما عندناش المونتيجين هذا واقع عندنا سكون ابل ليكزيكوتيف بروديوسر كيتسناك انت كتكتب نتايا وكيدير الدعم كياخذ كتاخذ الدعم وكيتصرف فيك في الفلوس اللي عندك وتقول لك انا رانا مونتاج كاين بعض الناس قلال كاين واحد جوج ثلاثه منهم خالد زيري اللي كيقدر يغامر معاك ويحط الفلوس قبل ما تاخذ الدعم كاينين الناس ولكن المشكل اللي عندنا هو لي بلو بواط ديال المغرب ديال لا برودكسيون قليل فيهم تقريبا حتى واحد فيهم ما كيحط الفلوس باش يكتب السيناريو وما كياخذش لو ريسك اش كيديرو كيخلوك تكتب انت بوحدك دار ديالك وكتمشي انت المجهود كامل باش تكتب السيناريو تجي وتحطو فاش كتاخد الفلوس عاد كيقول انا منتج ما عندناش ما عندناش لو فغي مونتيج بمعنى الكلمه هادشي وقع لك انت من قبل؟ في الزيرو في كازا نيغرا لا هو سير بالوضوح شوف هناك. انا كان انا كنقول لك انا يا كان الان عندي شي منتج اللي غنكون معاه مثلا في النهار الاول اللي الفيلم الاول وكان كان معايا مزيان وغادي معايا وعندنا لا ميم استراتيجي وعندنا لا فيزيون وكيف تخدم بالطريقه اللي بغيت مع انايا راه كون معاه اذا راه كاين المشكل في الاصل إن عرفتي علاش ها هما دابا هما ما كاينينش هذا ما كيعنيش كي بانك انت من اللي تكلف بهذه المهمه راك غادي تنجح دي. اه ما انا ما عارف واش غنجح ولا لا اش نقول لك شوف انا غنقول لك الحقيقه اللي واقيله من مور التوجه ديالك الانتاج كذا نيغرا والزيرو دخلوا فلوس وفلوس كثيره اللهم لا حسد الافلام جماهيريا كانوا ناجحين ولكن انت خديتي الاجر ديالك كمخرج وما كنتيش انت هو المستفيد الاكبر من هاد الجوج ديال الافلام اللي هما ديالك وهذا ما كان دابا حيد لي انت من راسي هذه الفكره هذه لا 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 نقول واحد القضيه انا ما مشيتش للانتاج الان حيت باغي ندير الفلوس انا مشيت للانتاج الان باش نكونترول الفيلم ديالي كاين بعض الافلام اللي درتهم انايا اللي عند المنتجين اللي الان عندي معاهم انا مشكل باش نوزعوهم مش انا تنوضح لك <applause> المشكل ديال ان هاد المنتجين اللي خدمت معهم قبل عندهم مشكل مع التوزيع ما توزعوش اتوزيه الافلام ديالي الافلام ديالي راه ديال محطوطين تما وتنتسنى وتنقول انا اللي كنمشي ندير لي فور كان كندير الخدمه يعني الخدمه اللي غندير دابا راه ماشي خدمه جديده راه كندير درتها في كازا ودرتها في الزيرو ودرتها في انا مم. اللي كندفع الناس المنتجين ديالي باش يمشي دي يقلبوا على هذه يمشي يمشيو باش يبيعوا الفيلم ديالي انا الان تنقول حال الوقت بين غادي نشد الفيلم ديالي غنجيب واحد السيد ولا مسيد اللي غادي يتكلف بالمسؤوليه بالفيلم وغادي ينتج لي الفيلم مم. ولكن انا اللي عندي لو كونترول توتال الفيلم كي كيدير ديفيد فينشر كي كيديروا كاع المخرجين ديفيد فينشر والله ما كيدير هكذا لا كيدير اكزيكتيف بروديوسر ما كيديرش كونترول حبيبي لا شوف كيدي. لا كيدير كونترول نور الدين الاكزيكتيف ديال سيفن ماشي آه ديفيد فينشر هو السيد كيوجه العمل ديالو سي سكو جو في لا مي لا فيها البيع فيها كل شيء لا مثلا نقول لك شنو هي الاستراتيجية؟ دي ديفيد فينشر كيدخل في, في البيع ديال الفيلم ديفيد فينشر تو لي غران سينياست معني لا اهم جاوبني على السؤال عطيتي مثال اهم ديفيد فينشر عنده الوقت باش يبيع ديفيد... الفيلم ديالو لا اسمع اسمع اخويا لا استراتيجي اش كنقول لك على البيع واش انا غادي نمشي نقلب على الفيلم غيكون ديستربيتور غيكون موزع ولكن انا لا استراتيجي غنحطها انا علاش ماشي حيت انا عندي لا شونس ديفوز لان انا عارف كل شيء غير او موا جي ان موان دير سور مي فيلم لان ل... علاش الاغلبيه ديال المخرجين انا كنت من ضد كاع المخرج يولي منتج ولكن مع الوقت شفت بان اي مخرج كيخلي الخدمه للمنتج ديالو المنتج ديالو إلى ما شافش الرباح ####تو مشي ماشي لونتيرم مي كي كيولي الفيلم محطوط في# في# في التيفواه مخلينا المخرجين هذا لا يعني أنني واخا أنا منتج هذا يعني ما أو لا يعني أنني مغنجيبش خالد زيني يعاود ينتج معايا أو علاش ولكن يبقاو... معايا في سو ديالي انا لان دابا انا فهمت بان بالحرف اللي عندي وبالاكسبيريونس اللي عندي عرفت بان واحد الحاجه مهمه هي لا استراتيجي جلوبال ماشي غنبدا انا نقلب على الناس اللي شرب عندي الفيلم وانما ندفع الفيلم ديالي وحاضر الفيلم وخ... ديالي أه... واحد الحاجه خاصك تشرحها للمستمع القانون كيقول بان الدعم كتاخذه الشركه المنتجه المشروع كان خدا 5.4 مليون ديال الدرهم كيفاش غادي دير ليها قانونيا لان الشركه المنتجه هي اللي كانت خدات في الاول شرحنا غير قانونيا كيفاش كيفاش <applause> لا بروسيدور قانونيا باش تاخذ الفلوس تحيدها من عند منتج لعند منتج اخر خص شركه اخرى تجي يعني درت شركه انا سميتها نيل فيلمز وهذه الشركه ما كتاخذش الدعم الا ما كانش القوانين يعني كيكون عندك واحد الكابيتال تيكون عندك واحد دو ترافاي كيكون عندك واحد لا فيزيون دي شوز انت غتصور راه المركز السينمائي المغربي راه يعني ما كاينش واحد غير الفلوس هكاك لكن لي ديتاي في لي ديتاي لي ديتاي سورتو ميتنون كلشي ولا كومبليكي يعني ما, ما, ما عندكش فين تلعب هنايا هنا انا يعني. يعني سمعت كاين كاع منتج اللي ملي كي وقع عنده مشكل مع مخرج م -م. الا بغى ديك المخرج يجيب شركه ديال انتاج اخرى كاين اللي كيطلبوا كي منهم فلوس اه كاين المخرج قبل <applause> ما <مع> يعطيك مثلا الفيلم البروجي ديالك تقول لك ودي انا في الخدمه اللي درت الخدمه اللي درت كاين المنتج اللي حط شي الفلوس وقعت معك انا انا من حسن الحظ هو المنتج ديال اللي كان معايا صديقي دونك اتفقنا على كيفاش غنديرها ودرنا بواحد الطريقه سلميه و و, و, لم و, و, و لم انا مشيت هاد و ما مشيت ندير هذه الشركه وما خديت الفيلم ديالي في يدي حتى عرفت بان راه ضروري الان باش ندوزو واحد لا فاز ديال الافلام ديالنا خصني ناخذ لو كونترول ديالي نور الدين حنا كنعرفوك بين المخرجين اللي قبل ما يصوروا اي لقطه كتعمل ستوري بورد هادشي انت مرجع فيه بالاضافه للانشغالات ديال اداره الممثل ديال البوست برودكسيون من بعد في المونتاج وغادي تزيد على هادشي كامل حرفه اللي خاصها م... انسان متخرج من اعلى المعاهد هادشي ماشي شي شويه ديال ترامي او لا تدخل هذه هي الغرقه اللي بغيت نقصد هذه واحد واحد الدقيقه بلال غير خليني نهضر غير خليك تهضر غير آه ما تعاوديش نفس الهضره ناقطعك خاصك تعرف ان الانتاج راه ماشي غير مونتاج فقط راه كاين ليكزيكوتيف بروديوسر كاين لاين بروديوسر كاين ديريكتور دو برودكسيون وكاين سيدي لو برودكتور مسؤول راه البرودكسيون كامله راه فيها شعاب وفيها كل واحد عنده حرفه ديالو انا ما غاديش نمشي نخلص في عباد الله ونتبع هذا ونتبع هذه ونقول هذه ونبيع انا غادي نكون غير من دوك الناس اللي غادي نقول لهم فوالا سكو جو فو ها لا استراتيجي ديال البرودكسيون ديالي ها لا استراتيجي ديال الانتاج ولكن شي وقت كنت كديرو من قبل كنديرو غير في قانونيا في الوراق ما كانش عندي ديك البوفوار يعني قدر المنتج يقول لي اسكت وهذا اللي وقع مثلا في واحد الفيلم وصلنا لواحد الدرجه وكنقول له ودي خلي الفيلم يبقى خارج خرج نخرجوه في هذه الدوله ولا في هذه الدوله تيقول لك لا انا ما عنديش الوقت وما بقاش عندي الوقت ولا هذا الفيلم ما غينجحش ني تمايا الان غادي نريح وغادي ندير لا استراتيجي مع الناس اللي يخدموا معايا ليكزيكوتيف ولا لو ريسبونسابل برودكتور كنقول لهم ها الفلوس ها الفيلم انا غادي ندير الاخراج كيف اتفقنا وغادي ندير الفيلم العمل الفني ديالي ولكن م. لا جلوبال ها هي وغيحترموها ولان انا اللي غنخدمهم وانا اللي نخلصهم مازال نرجعوا لهذه المساله ديال ديال الانتاج ولكن بغيت نمشي معك لواحد الموضوع واحد اخر مؤخرا مجموعه ديال المخرجين اللي المشاريع اللي خدامين عليها خدات دعم استفدوا من دوره تدريبيه في افران تحت اشراف شي خبراء في السيناريو الغريب في الامر هو سيناريو قبلته لجنه الدعم ياك نتبع معايا يعني مكمول وخاصو غير الفلوس باش يتصور ونعيطوا على هاد الناس اللي منهم انت ونجيبوا لهم هاد الناس المكونين باش نقولوا لهم عاودوا صحوا معاهم هاد السيناريوهات كيفاش خصهم يتكتبوا نور الدين الخماري اللي عنده اعمال سينمائيه ناجحه ثلاثه ديال أفلام طويله والسيناريو الرابع ديالو كملوا عنده الدعم عليه غادي يجي شي واحد من بلاد يقول له خاصك دوز عندي ستاج باش نوريك لي فايل م. اللي ما خصهمش يكونوا عندك السيناريو هادشي غريب وخاصو شرحه انا غادي نشرح لك اولا ماشي غريب اولا اي مخرج في اي منطقه في العالم كيدير سكون ابل لو سكريبت دوكتورين هذا شيء عادي يقدر يدخل معك في الخيال ديالك ما يدخل في الخيال انت فاهم شنا هو سكريبت دوكتورين سكريبت دوكتورين وتيجي تقرا السيناريو ديالك عندي مشكل هنا كنحس بان الكونفليكت سيجي قبل معمور ما عمره ما كيجيب الافكار راه الناس خاطئين سكريبت دكتور كيجي ماشي كيعطيك درس او كيدوز ستاج كي قلتي واحد السيد ولا واحد السيده كيجيو عندك وتيقول لك اودي رانا قريت السيناريو يمكن عندي مشكل هنا كي كي غير في كيفيقك اما ما كيعطيكش الدروس وما كيعطيكش ستاج واي مخرج ولا شي مخرجه اللي كيحس براسو كتب واحد السيناريو وما خصوش يراجعوه راه خطا وحنا كنعرفوا شحال من مره كتبنا السيناريو ديالنا آه كنقصني مي سباغ شحال من مخرج كتب السيناريو ديالو مش قلت لك انا ليك حيت ما كنت نور الدين الخماري حنا في المغرب كنا كنظنوا بين المخرجين ديالنا والكتاب ديال السيناريو مكونين مزيان وديك الليجان اللي كتراقب السيناريوهات وكتفحصها حتى هما مكونين مزيان وكنا منين كنقدموا شي انتقادات للبعض وكنقولوا بان ما عندهم علاقه وما مكونينش كنا كنقولوا عندك نكونوا غلطنا في حقهم ولكن دابا بان بالملموس انه هاد الناس باقي خاصهم تكوين وداكشي بالادله وتصور.

نور الدل خماري وجلالي فرحاتي بزاف كانوا منهم باقيين كيسحوا لهم صح... سيناريوهات خطا بس خليني نكمل لو كان بغيت الخطا اللي كتقول هذاك دوم شغل ما كيصحصحوش لينا كيدخل معك نقاش. وخ... في واحد النقاش انا درتو في لو غاغ درتو في كازا ودرتو في الزيرو علاش ما نديروش دابا انا باقي كان ماشي كنتعلمو اون افونس كنحطو سؤالات حنا عندنا مشكل ديال الناس اللي ما باغيينش نديروا السينما عندنا مشكل الناس اللي ما باغيش نتفتحوا المهم انا جاي عندنا الناس واسمع عندنا الناس اللي ما باغيينش نخدموا على السيناريو كنقول كلام ولكن تحمسوا لي وخليني نكمل لكم غتفهموا يلا تلمو عندنا المشاكل تلمون دو باغيير اللي كنت لقوا لينا تلمون ديال المشاكل اللي قدامنا وغنزيدوا ان السيناريو ما نخدموش شوف بيلا انا نقول واحد القضيه انا كنظن السيناريو يتخدم في الاول أه السيناريو كانت... ماشي السيناريو مكمول ومدعوم وخاصو غير يتصور وعاد غنجيبوا هاد الناس نناقشوا باش ما نقولوش كيصحوا نناقشوا معاهم السيناريوهات ديال بلال ديالي. بلال تون ميور فيلم أخير. تون ميور فيلم ديال لاش فونتري تول لي فيلم كيعجبوك كتهضر عليهم بزاف ديال لاش فونتري ديال مارتن سكورسيتي ديال بيلاتار ديال ديال مايكل باول تو سي غران سينياس تيخدموا السيناريو كاين وكيجيو للبلاطو وكيبدلوا بزاف الحوايج كاين كنعرف ناس كانوا في الدوره التكوينيه اللي دخلوا لهم في السيناريو ديالهم وتناقش معاهم حتى الحوايج اللي متعلقين بالشغل هما داك الشغل هما داك هادي سي غراف انا متفق معك في هذه هي واخ... في الحقيقه بديله مزيانه هذه ديال إفران. باش واضح. واضح وكندعمها انا ايوا نقول... غير كيفاش ولكن ولكن كان المفروض اللي يستافد منها هو الجيل ديال كتاب السيناريو الجداد اللي نعولوا عليهم واللي مازال ما عمرهم وخليني نكمل السؤال انا زين كما قلت لك هي في الحقيقه بديله مزيانه ولكن قلت انت كدعمها كاملين كندعموها لانها بديرة مزيانه وموفقه هذه ديال افران ولكن كان من المفروض اللي يستفد منها هو الجيل الجديد ديال كتاب السيناريو اللي آه نعولوا عليهم آه واللي مازال ما عمرهم داو جوائز في مهرجانات ولا اثروا ورشات واللي مازالين مرتبكين في الشكل النهائي ديال السيناريو وانت تقدر كاع تساهم في التكوين ديالهم ماشي تكون متدرب الجيل الجديد سي نور الدين ماشي اللي كان خصو يستافدوا اولا هذه هذه التجربه هي اول تجربه من نوعها قالوا دي غادي نشوف ندير تجربه غادي انفيستيو في هذا المخرجين اللي عندهم الفيلم ديالهم الجاي اللي خداو الدعم اللي غيصوروا بروكسينمون نعاونوهم يكملوا السيناريو اللي يكون شويه صحيح باش لنا بون نعم فيلم شو انا كنظن بان هذه القضيه مساله صحيه ثانيا خصنا نفكروا المره الجايه عندك الحق فاش كتقول خصنا لي جون شتي نقول لك واحد القضيه الا كانوا هاد الناس اللي غادي يجيو ويحكموا عليك ويقول لك لا ما ديرش هذه وما ديرش هذه وغيكتبوا لكم السيناريو انا متفق معاك ما مع عندهمش الحق وهذه ماشي خدمتهم ديروا غادي الدكتور دكتور كي جيت يقول لك تنصحك حدي راسك يا يعني كونفلي معطل <متحدث> هنايا يا هاد هاد لاسين شويه طويله هاد هادي خدمتهم ما كيعطوكش الدروس ما كدوز عندهم ستاج وسمعت بان شي واحد تيقول لك لا الا ما جبتيش مثلا واحد لوتوريزاسيون عندهم ما يعطوكش الدعم هذه آه هدره هذه هدره شوف هذه هدره هذه انا ما نقبلهاش انا شخصيا ما نقبلهاش انا اللي باغي نقول لا له. لا لا السيناريو اللي مدعوم وخصو يتصور ويجي واحد مثلا يناقشوا معاك ماشي يصحوا معاك يناقشوا معايا انا كنت نعطيك لوتوريزاسيون عاد باش تصور كارثه هذه لا أه كارثه بلال. انا متفق معاك حتى واحد ما طلب لي انا لوتوريزاسيون باش انت شخصيا ما ما شي واحد وغادي نلقاها غريبه ان يجي واحد يقول لك درت معاك سكريبت دكتورين ولكن دابا في السيناريو ديالك ما خصو يتصور حتى نعطيك خطيره هذه ما انا كنا اما تجربه لاننا عاونونا هاد الناس عطونا افكار ماشي عاود يكتبوا لك السيناريو يقول لك ودي راسك يعني كي معك معاك لا ستركتور دراماتيك ما تمسوش لك الفكره ديالك ما كيمسوش لك الافكار ديالك ولا جا شي واحد من بعد وقال لك لا خصك دير ولا ما درتيش و... ما عطوكش الدعم هذا خطيره وش جو با ما كاين كاينه هذه القضيه ما نعرف انت تقول لا لأيدي. الا كانت انا الاول غنضدها واخا آه. انا بغيت نسولك على التكوين ديالك في مجال الانتاج ولكن بالي بانه يمكن تقول لي كاينين منتجين بزاف عندنا في البلاد آه تكونوا غير في بلاطوها التصوير تجربه وبدات كتبان لهم الامور يعني بسيطه وكتطلب شي كناش كنسجلوا فيه المصاريف والمداخل والسقوع فيه الفواتير واش هذه المساله ما يمكنش تقدر توقع في بيرن اي حاجه تقدر توقع في بيرن اوت اي حاجه تقدر تولي منتج اللي غير كيعلق لي فاكتور لا بلاتي انا نجاوبك <applause> <تصفح> اي حاجه تقدر في بيرن اوت اللي هو مهم هو انا تنعاودها وتنقولها لا استراتيجي من الاول لو بلون دو ترافاي لو بلون دو فينونسمون كيفاش غنخدموا وامتى غنخدموا يعني الا كان داك الشيء مقاد ومكتوب انا ما نبدا نهضر تنكتبوا كان دوزون اون سيمين دو ترافاي مع لي ريسبونسابل دو برودكسيون غنقول لهم ها اللي غيداروا اللي غيداروا نتفقوا كاملين حنا متفقين اي سي فيني وغادي اكزيكوتي وانا غنمشي ندير الخدمه ديالي مم. ما غنمشي ندابزو على شي حوايج اللي هما تافهه اللي اهم حاجه عندي انايا شوف انا كنقول واحد القريه شنو هو الانتاج عندي انايا الانتاج اول حاجه هي لا استراتيجي حنا عندنا بزاف المنتجين ما كيفكروش لا استراتيجي تيفكروا غير دوز باش نشد لاغريمون نمشي نخدم لا استراتيجي ثانيا كيفاش كتصرف الفلوس باش ما تضيعش لان يعني الفلوس ما خصهاش تحط مورا الكاميرا خصها تحط قدام الكاميرا يعني الماتيريال ديكور لي زاكتر كاين بحال في كازا نيجرا ولا في زيرو كانوا فلوس ضاعوا ما بغيتيش تحرج حيت ما قدرتيش تقولها حيت انا ما كنتش منتج ما عنديش الحق نهضر دابا عندي الحق نهضر ودابا عندي الحق ندير اي حاجه هذا هو اللي فهمنا سي نورمال ما حد المنتجين كيتزادوا في البلاد السينوردين نور الدين ما حد الصراعات على الصفقات السينمائيه كتكثر في الوقت اللي مفروض تكون مصالح ديال المخرجين مشتركه كان نلقاوهم متفرقين بيناتهم في شكل ديال تجمعات وغرف منفصله على على بعضها دابا انت غدير شي غرفه ديال الانتاج ديالك بوحدك من بعد ما تجمع لك شي منتجين جداد بحالك او غادي تلتحق بشي غرفه ديال المنتجين المخرجين بحالك دابا هذا اول سؤال متفق معاك وغنجاوبك غنجاوبك عليه المشكلة المشكل اللي عندنا في السؤال كنتفقوا عليه ولا كنتفقوا لا كنتفقوا عليه زعما لو كونتوني ماشي السؤال لا لا السؤال قول لي بغيتي وسول لي بغيتي اللي هو مهم عندي هو احنا في واحد البلاد الناس ما عندهمش واحد الرؤيه ولون تيرم كيفكروا غير المصالح ديالهم كل واحد الامد الطويل فوالا وكل واحد كيفكر غير في راسو وفاش كتفكر في راسك كتكولي ما يمكنش تزيد لقدام الان عندنا ثلاث الغرف وكل واحد كيغرب وكل شيء كيشرق اللي كيجعل ان اي مم. واحد يجي ويدير اللي بغى تقدر تزيد الرابعه انت لا ما عنديش الرابعه مم. انا الحلم ديالي هو نتحدد الناس ولكن انا عارف كاين اللي زيكو بزاف اجي مازال ما وصلناش للاماني مم. انا نخاف سي نور الدين واحد المساله هاد بيرن اوت بهاد الضجاع اللي مصاحبه دابا منين غادي يخرج في شكل اقل مستوى من الافلام ديالك اللي فاتت السابقه غادي تلقى المبرر وتقول بانه المشروع تعرض للسابوتاج في الوقت اللي يمكن يكون السبب الحقيقي هو انك ما بقاتش عندك القدره تعمل فيلم احسن من داكشي اللي عملتي من قبل بمعنى لم يعد بامكان نور الدين الخماري تقديم افضل مما كان انا خايف من هذه هاد المساله هذه وما بغيتهاش دابا انت كتهضر في المستقبل أنا غير ما بيد ما نقدرش نجاوبك هنايا <applause> انا كنجاوب الخريجه هذه ما شي الا كان الفيلم لا 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 ما كاينش مزيان لا بلاتي هذه سوسا لا انا لا, لا. سبيك... حيت راه المهام ديك كاملين يلاه و... سير هذه الا ما نجحش الفيلم ولا نجح شحال من فيلم كان عنده الفلوس وما نجحش شحال من فيلم ما كانش عنده الفلوس ونجح شحال من فيلم ما كانش عنده حتى حاجه ونجح كاين اللي فيلم اللي عنده كل شيء وما نجحش انا غادي ندرس الخدمه وغادي نمشي نخدم انا حاجه واحده نقولها لك نغارونتي لك هنا في هذا البلاطو نخدم من نيتي ومن قلبي ولا فيزيون ديالي كنحترمها واخا ندابز عليها واخا ما عطاش فين نمشي على لا فيزيون ديالي ما ك... انا ما كنيجوزيش لي ديالي اللي هو بلوس هذه هو بلوس هذه المره هو عندي الكونترول على الفيلم ديالي جلوبال ما عنديش ندخل معهم في لي ديتاي فين الفلوس فين غنعطيهم غندير الثقه وغنديروا البيدجي وغندير الثقه اللي شفرني غادي يمشي في حالاته اللي ما شفرش الفيلم راه غيبقى خدام معايا وغادي هكاك جو كوني لو ل... بروبليم ديال 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 لا برودكسيون جو لو كوني حيت شت غير اللي هو مشكل قبل ما كنت كنهضر لان مزير بالكونترا دابا انا اللي كنصايب لي كونترا سي لا سول ديفيرونس سي نور الدين سينما كتكون كتسير تحولات ديال المجتمع السياق اللي جاوا فيه الافلام القديمه ديالك كان مرتبط بظروف اجتماعيه ومناخ عام الان حتى شي واحد ما غادي يقدر ينفي ان الحاجيات ديال هذه هاد المرحله هذه كتختلف على داك الشيء اللي مضى عندي يقين ان الشكل اللي كتشوف به السيناريوهات ديال الاعمال ديالك غادي يبقى غادي في نفس النهج آه لان عندك شي مشروع في دماغك باغي تحقيقه ومازال ما كمل انت راك تحدث على هذا مجرد احساس اما كاينين ناس كيعتبروا الخماري ما عندوش حتى شي مشروع انا قلت لك اولا اي واحد يقول لي اللي بغى اللي كيعتبر ان مشروع اللي كيعتبر ما مشروع ماشي مشكل انا عندي انا مرضي الخماري عندي افلام عندي قصص عندي رؤيه للمجتمع ديالي كندير فيلم ما كنديروش كندوز ناخذ ناخذ باعتبار لا خصني نكون بوليتيكمون كوريكت باش نرضى هذا السيد ولا نرضى هذه السيده كنصايب فيلم فيلم اللي كيحكم فيه هو حاجه وحده الوضعيه الانسانيه والقصه اللي غنعاود المشروع صافي. ديالك اما بتقول لي انا ما كنديرش التلفزه كندير السينما السينما حره مثلا المشروع دي. المشروع ديالي انا يا سي تخي سامبل المشروع ديالي هو نعاود نخلي دي تخاص يعني فاش تندير فيلم تيبقى كيخلق نقاش جيسبيغ كنظن هذا هو الحلم ديالي انه يخلق نقاش في المجتمع ديالي باش ن... باش نزيدوا شي شويه لان حنا عينا من بقوا اللور ثانيا هو آه نعطي واحد لو نوفو فيزوال على المغرب يعني ماشي واحد الرؤيه فولكلوريه او واحد الرؤيه اللي كيبغي الاخر في او لا دوك الناس اللي ضد السينما ديالي وكان يعني كنهضر على الناس اللي كنحس بهم خصني نعاود قصتهم بيرن اوت كيهضر على الناس اللي عندهم مشكل مع الهويه واللي عندهم مشكل مع الوحدانيه غادي نهضر عليهم تاريخ صعيب ما يمكنش للتاريخ ما يحكمش علينا دونك غنبقى من... لامن... غادي في هذا الادواء هذا المشروع ديالي بلا ما نوصلوا عاود نعاودوا نفس الكلام اللي كنتي كتقولوا مم. من قبل العلاقات وهنا ما بغيتكش تشنج بطريقة طريقة عادية دابا تشنج جوج شوية كمان. شوية لا, لا واخيلا زيد واخيلا هذا الجانب ديال المنتج فيك اللي كيتكلم ما عندنا غير في المهنة ما بين المخرجين ماشي ديما صافية أحيانا فيها مجاملات في الوجه والضرب في الدار وهذا الشيء اللي كنقول لك انا عاينته وعندي ملفات عليه <applause> وما كنتكلمش من فراغ نور الدين. واش هاد الفقهاء ديال السينما اللي كنتسناو منهم يعطيونا الفتاوى المفيده من اجل الارتقاء بالمجال كيمارسوا هذا النوع ديال السلوكيات، واش بهذه الطريقه غادي نلقاو نور الدين؟ اولا المخرجين المغاربه ماشي فقهاء وما كيعطوش الفتوات بعاد على الفتوات المي فهمت الميتافور ولكن تنجاوب انا بالميتافور تنجاوب على الميتافور عندنا اخطاء وكاين مشاكل وعندنا بزاف ديال المتطفلين على هذا الميدان انا الاول كنقولها ثانيا خصك تعرف بان المجتمع يعني الميليو ديال السينما المغربيه هفيف وشحال من واحد جا وحفظ عليه وبخفيت فيه هذه م... هذه زعما هذا الشيء كنعرفوه هذا الميدان فخاجل بزاف دونك باش الواحد كي كيكون النفاق تيكون الكذوب تيكون هادشي سي نورمال دازت منه الميريكان داس منه السويد داس منه فرنسا كلشي كيدوز منه لا ما عندناش اون اندستري صحيحه اوجوردي الى بان غير مخرج صحيح الى ما درناش ليه السابوتاج ولا ما درناش ليه واحد لو ميغ باش نوقفوا عليه راك عشتيه شتي في حاله المخرجين شحال حنا كاع شحال من فيلم تيخرج في المغرب وكيخلق النقاش قلال كاين الافلام اللي كيدوز ما كيشوفوها الناس كاين الافلام اللي كيقول اه كيدوز في السينما ما كاينش كاع كيدافي خصنا الفيلم المغربي يخرج والمخرجين كلهم يتحدوا ولكن ما تحدوا حتى غير اندستري باش يكون عندنا كلنا عندنا واحد لانتيغي دابا كل واحد كيضرب على راسه وهذا هو المشكل هذا الخطا انا كنكريتيكي راسي من الاول كنكريتيك يعني الميليو ديالي هو الاول هذا واقع وهذا صحيح ولكن المخرجين كاين مخرجين اللي هما عندي يعني انايا في المغرب ماشي بزاف اللي عندهم واحد النيفو انترناسيونال عندهم واحد عالميه ويقدروا يديروا السينما عالميه لا حول ولا قوه إيه الا بالله مزيان اه مزيان نمشيو لليتاب الثانيه سي نور الدين يلا نور الدين الخماري من قبل كان لا فراز كنا بدينا معاك لونتي فراز ولكن هذا العام كاين كاتارسيس تطهير نفسي <applause> تطهير خصنا نشرح النفسي فهمت عليك <عادت> <تغير نفسي. تغير> النفسي انت فاهمة واقيلا آه الانسان اصلا خطاء بطبعه غير هو مع ما عندناش العاده هذه ديال انه الانسان واحد آه... انه الفرد واحد النهار كيقول انا غلطت واحد دقيقه دقيقه ونص إذا كان نور الدين الخماري يبغي يمر من هذا التمرين يتفضل غير المطلوب طبعا هو الصدق تفضل السين وردي عندي كنشوف الاعمال ديالي تن... كان شي حوايج اللي كنشوفهم كنقول علاش درت هذا الشيء لو ريغار كازانيغا زيرو عامري بالاخطاء نعطيك مثال كونكري كازانيغا ثروزيام اكت اي غاتي بالنسبه لي انايا اون آه، بو آه، كنا نزيدو ندفعو انكور بلوس يعني لا فورس دراماتيك ديال لو روندو ديال الفيلم لان بدينا في واحد السياق فيلم نوار مشينا دونك كوننا كومبليكي العلاقات بين بين لي بيرسوناج وفي التالي طلقناهم فاسيلمون اون اسبيس دو كوميدي نوار على بريتيش هذه انا كان كان كندم عليها بزاف سفيان ما ندمش عليه سفيان سي اون ابلاتي نتفاهمو سفيان سفيان كنت ساكن في النرويج آه عيطوا لي قال لي غدير واحد لا سيري جيت درت لا سيري المونتيجه شدت كلشي ودرت المونتاج ديالها ودرت كلشي ودفعته للتلفازه كل ما كنحس براسي انا في كونسيرني باغ سو بروجي علاش؟ لان كو كملتو انا فاش ندير شي حاجه تمشي جوج كوبو فاش كنهضر كان على المنتجين كندير الاشهار كاين بزاف الاشهارات اللي متن... ما نقدرش نقولها ودي راه ما عندك كي دير علاش؟ لان كاين واحد لا فورس اكثر منك اللي كدير اللي بغات في لافان كتشد البروجي اللي انت صورته بواحد الطريقه وكتمونتي يعني كت... كتقطعو بطريقه اخرى كيولي حاجه اخرى ما كتبقاش سميتك تو اوبليجي دو سويفغ سا علاش؟ لان هذه كوموند اما الأفلامين كان كنحكم انا على افلامي اللي صيفط بيدي واللي مشيت جوج كوبو واللي كان الفنان اللي ما كيشوش الاخطاء ديالو وما كيعترفش بالاخطاء ديالو راه ما عمره ما الخماري المنتج نور الدين الخماري المخرج نور الدين الخماري المنتج سننتظر عملك كمخرج بيرن ينتظره المشاهد المغربي لانك واحد من المخرجين الذين تحظى اعمالهم بنسبه مشاهده جد محترمه افلامك يشاهدها من يتفق مع ارائك وايضا من يعارضها وهي مساله تحسب لك شخصيا احب ان احاسب الخمار المخرج وليس الخمار المنتج يلزمنا بعض من وقت لنستوعب قليلا مهمتك الجديده التي فرضتها ظروف الاشتغال عليك بيرن euh, غيب التصوير غيبدا امتى تقريبا السينور ديال الخماري؟ لو 10 و 15 فيفري ان شاء الله. هذه دات واضحه هذا نغلط يعني février. <تصفح> février. 2016, 2016. نور الدين شكرا شكرا على الحضور المره الثانيه في الاف بي ام نتمنوا بان الريتم راه كان بدا كيف ما هو مازال كيف ما هو م... فرحان بان هذا هذا يعني هذا البرنامج كيكمل لي مهم نناقشوا واخا ما متفقينش مهم نناقشوا والواحد ما خصوش يتقلق وخصنا ولا نخلقوا واحد الثقافه ديال النقاش في هذه البلاد لان ثقافه النقاش راه الحل الوحيد باش نتقدموا ايه الاف بي ام شنو اون في <applause> بيان صديقون دي سي شكرا على الحضور بالتوفيق في نلقاكم في الاسبوع المقبل الى الملتقى